قضية بزاف ما تقيسيتي ليه عندما قال صدق انت يا بين الاركان الزواج قال يا الحق اللي كان الحق الزوجه المخطوبه وكان صدق ماشي ضروري يقال فلوس المهم الصدق حتى الشرع ولا القانون تيحدد انك لا حد للصدق وللطفل الاقل وللطفله الاكثر شكنا مصدر القران الحمد لله تيورقيزي تحدد الصدق ونشكنا مصدر يقدر هذا السي فلاتي يقدر غير ميد النبي انا تلقاني المبلغ الفلوس اللي كيز المقدم اللي كيز المؤخر الا ما سيت سكان مثلا كرا الويزان الذهب الا ما الا نفذ بعض الحالات الا ما يسكن المصحف يعتبر كصدق الا ما يتلتزم هذا السي سكر كرا سي خلص العمره ولا الحاج ولا كرا نتقمي ولا كرا البراصلي ولا الذهب ولا كرا ولا كرا الختم ولا هذا السي يعلم كرا حتى داسي يعلم كرا يقدر تعتبر الصداق. مانيك داسي يعلم كرا سكر. مثلا داسي يعلم مثلا ستي داسي يعلم كرا الحرف مثلا ولا ستي الصغير. يقدر تعتبر صداق الا ما يتهدون كرا المجلد كرا الموسوعه. المهم الصداق زري انا كاين حالات من الصداق ماشي ضروري. اغرب حالات صداق السي الحافظ مستي كان. زري دارك غمسلم. مانيك ازدا اغرب. اغرب كرا الحاجات واش كانت غريبه لاول مره ستي تزرت ولكن تقبل مست. صداق اوه تقريبا صداق وريت الطاير الصداق قد كان الحاج سي كان حلال كان اللي كان حرام وتوفي تيتسكر الصداق يعني كلشي حلا غمس المرباس كلشي اللي حلان غير درت تعتبر الصداق ما عدا كرا الحاج اللي طو حرام شرعا وتوفي تيتسكر غالي ولا دا حتى الشرع انما لا يجوز الاتفاق على اسقاط الصداق يضرب به الزوج ويقول له الصداقه تلقى باطل ضروري الصداق ولو حتى الدرهم خصها بس تيفغين ضروري بس ماشي ضروري بس تيفغين يقدر يجي مؤخر لكن ضروره التنين مثلا الزدره داسي فكره حماس غير القدام قاعد من بعد يكملها سنين قدام من بعد يفكر ماشي مثلا التيلي غير زون صدقنا مثلا اتفقنا مثلا في 10000 درهم يقدر يسيف 1000 درهم ولا 100 درهم ولا 200 درهم الباقي قال التيلي ورق العقد يبقى مؤخر كي تقريبا ما الصداق اللي يكون ليك قلنا كيزري داري غير المكتب قالت تقريبا ينطور الداري زري داري المبلغ قالت 100 مليون واو مبلغ 100 مليون يزيد زاد غير نصدق يتكلف اساسي خمسة مليون مغربي 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 مغربية الا داغي نصدق ديالي يتخلص المصاريف العمره الا داغي يسكر السي قمي تقريبا القيمه ديال 75 مليون الا ما يسكر لويزا الا ما يسكر خمسه لويزات ولكن الا ما داركش كان صدق اللي فولكين صدق اللي فولكين كلشي اللي دار غير الزين هو اللي يسكر المصحف مصحف كريم دغاي اللي هو لا غير تلا الفكره هي دغيا غير القران الكريم تسكر من بزاف هو انت القران كاع انت الدستور المرجعي للمسلمين كاملين كل تيصورني في الوالو الحمد لله كل شيء لاقيز غير وانا كيران بالنسبه للقضيه الصداقه اللي تني تراس نتارات سواء تلقى مؤخر الصداق نغدا مهمه ريتارا كوعد اريد تلقى وعد بيان وعد الا ما دار كيتاش كان من بعد بعد سنوات نيت بعد فورا كيتيني مثلا هاتي السيده دوريوفه الخيرات لينا حضرت الشغل موقفه لا غالبا الصداق الا قلنا التهلن نكراز ديس شكون سيد ربي تشاهد الا ما نيتاش كان هنا كثير راسك من الخصلاق نسال صداق ترى اللي شهاد نحيازة تيار الترانيات اللي شهاد يسمى حيازات مؤخر الصداق الا ما دار انت كان بعض الحالات واش كدير كي ناكري غادا الزايد غمص الصداق هاتي وخاصك العقد الزواج غاصة ديما الصداق كان مفتوح الا ما تسكويس عام عامين 10 سنين 20 ماشي كدير انما تيرا الزايد غمص الصداق الا ما سي تزايد انت كمي خص صداق الا ما سي تزايد الفلوس خص صداق الا ما تيدارش الحق حتى هذا السالات ديال الملك غير تيقمي ولا كرا لابارتمون ولا كرا ولا الطوموبيل ولا كرا هذا ستي نزيد خص صداق هكودا ولا حتى خصك ديك المده ذاك الحق تدود دار العدل الناس اللي تزيد غير مغاتي وما صدق صداق انت ولي ماشي لا يا قاعدين مفتوح لو قلنا راسي زايد ما صدق راه انت شكون اللي كاتيطوم الصداق راه غادي راه الاشهادان راه غادي بروغ ديمانو ولكن الحالات اللي غاكتينا توريوفا اختي غالب الحالات انا كنت لو قلنا لا قدر الله اللي طلق ولا كرا أكون درس الحق تظل في طلاق نص الاطفال قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد قناه ريمال تي في